الجراج ليه حكم الجراج الخاص والمفروش. يعني ايه؟ يعني انا مأجر شقه موصوفه في العقد ان هي مفروش وخاضعه للقوانين الاستثنائيه. يعني ايه خاضعه للقوانين الاستثنائيه؟ كل الاربع قوانين اللي قبل القانون 4 لسنه 96 دي قصه، والقوانين الاستثنائيه قصه. الحاجتين المستثنيين من الامتداد في حاله وفاه المستاجر الاصلي او تركه للعين، الايجار مفروش والجراج، خلاص. لكن لو كان الجراج ده متاخد على انه كعمل تجاري، يعني انا جايب مثلا منطقه كده واخد حته قطعه وبستقبل عربيات فيها، ده عمل تجاري. لكن الجراج الخاص لا تطبق عليه القوانين الاستثنائية، بمعنى إذا توفى المستأجر الأصلي أو ترك لا يمتد عقد الجراج. وأنا معايا حكم الدستورية وإن شاء الله بديهولك. ده بالنسبة لإيه؟ للجراج لا يمتد، لكن لو في عمل تجاري بيمتد للمجموعة بتاعة الورثة دولت، بس يمارسوا ذات النشاط بالذات أو بالواسطة. يعني ايه؟ ممكن يجيب واحد يدير هذا المكان لو عمل تجاري. واصله ولا لا؟ انت عايز تسال في حاجه تانية؟ الجراج لا. الجراج بتتكلم على ان انا كمؤجر امكنك من حق الانتفاع. انتفاع بالعين. 601 امكنك من الانتفاع بالعين واسلمك العين. بس. انت ايه اللي لابس عليك؟ لا، في الجراشات انا متاكد من المعلومه دي. الجراج الخاص والمفروش لا يمتد فيهم عقد الايجار، لا يخضع للقوانين الاستثنائيه، انما يخضع للقانون المدني. بمعنى ايه؟ لو طرق او كده لا يمتد. واصله ولا لا؟ وانا هبسيب لك تليفون اجيب لك الحكمين دولت، ماشي؟ هو تعقيبا على الكلام بتاع الاستاذ عادل بالنسبه للجراج، في الوقت الحالي مفيش عقود للجراجات. اللي بيشتري شقه بيشتري معاها في العقار جراج، فهنا بيبقى عقد تمليك وليس عقد ايجار. لذلك انا بقول لك ايه، بدل الاستعاره على عقود الايجار دي بان هم ياخدوها دلوقتي بعقود تمليك، بياخد الجراج بعقد تمليك جراج. ما الجراج طبعا. الجراج الخاص لا يمتد فيه عقد الايجار، ده الكلام في القوانين الاستثنائيه. لكن انت لو قانون 4 لسنه 96 دي علاقه ثانيه خالص، دي علاقة تانية خالص. مش هيدي لك أصل مش هيقبض لك. أصل هي المشكلة في القوانين الاستثنائية إيه؟ إن في تأبيد في العلاقة. يعني إيه؟ يعني ما فيش حاجة اسمها إيه؟ أنا ابنه بيمتد لي عقد الشقة، لو الحكم بتاع الدستورية بتاع الحفيد بيمتد للحفيد. خلاص؟ لكن القانون المدني لأ، ما بيقبضش العلاقة. حتى لو جه أجر لك جراج هيحدد لك مدة، فما لكش دعوة بالقوانين. لكن أنا متأكد أن الجراج ولا المفروش بيمتد في عقد الإيجار، ولا الجراج ولا المفروش بيمتد في عقد الإيجار، اللي هي العلاقة اللي خاضعة للقوانين الاستثنائية. أربع قوانين استثنائية: القانون المدني. القانون المدني لأ، هيبقى محدد ليه مدة معينة خلاص. أصل هو مش هيديك إلا إذا تملكته، دي قصة تانية. لكن هو لابد طبقا للقانون 4 لسنة 96 شرطين: لازم يحدد لك المدة، ولازم يحدد لك القيمة بمزاجه. القوانين الاستثنائية لا، المالك ولا ليه دعوة بالمدة خلاص، ولا ليه دعوة بالتحديد. أنا فاكر كنت أول شقة خدتها جه لجنة نزلت، كان الإيجار مش عارف 40 جنيه ولا بتاع، نزلت 5 جنيه.
باللجنة، ولازم قرار اللجنة يسري. فعايزين نوصل لإيه؟ إن المؤجر ملوش تدخل ولا في القيمة ولا في المدة، بدليل الامتداد. النهاردة توفر في حقك الامتداد، مستأجر توفى وابنه مقيم معاه يمتد له عقد الإيجار. المالك ليه دعوة، ده محكمة بتحكم. واستخلاص الإقامة يعني محكمة الموضوع، ما تيجي تستخلص الإقامة محكمة النقض ملهاش رقابة. يعني ما يجوا شهود، وده بيحصل في معظم دعاوى الإيجارات الخاضعة للقوانين الاستثنائية، هل ده كان مقيم ولا لا؟ المحكمة بتجيب خبير، الخبير بيطلع يسأل الجيران بدون تدخل منك انت كمحامي. يعني اذا كنت هتنقله شاهد يقول لك لا سيبني براحتي، يسأل ده يقول له يا بيد عيالي بتلعب على السلم، عيال الراجل ده اللي هو المفروض يمتد له عقد ده موجودين يا بيه ودوشنا وبالليل بيخبطوا، ده الولاد في المدارس. المحكمة ما بتشوف الشهود وتستخلص الشهادة وتستخلص الإقامة اللي هيمتد بها عقد الإيجار. محكمة النقض ملهاش إيه؟ ملهاش رقابة على كده. يعني أنت حتى ما تيجي تطعن بالنقض وتقول إن محكمة الموضوع خدت بالشاهد ده والشاهد ده، يرد عليك نيابة النقض المدني، ترد عليك يقول لك ده جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة إيه؟ النقض. محكمة النقض مش درجة من درجات التقاضي، محكمة النقض مش درجة، محكمة النقض مش امتداد للخصومة الأصلية، ده بتتراقب تطبيق القانون. هل أنا قدمت مستند والمستند ده كان يتغير به وجه الرأي في الدعوة والمحكمة الموضوع ما بصتلوش؟ ده خطأ وقصور وبطلان وفساد في الاستدلال.